ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه إيه أعمى أعمى القلب يعني مشركا ومن كان في هذه أعمى أي كان مشركا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وتسوق الصورة الكريمة تلك الشبهات التي أثارها المشركون وترد عليها بأسلوب يخرس ألسنة الضالين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من إيه من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل لهم أيها الرسول الكريم قل لهم يلقن الله عز وجل نبيه وأفضل الخلق على الإطلاق يلقنه الحجة التي يرد بها على المشركين والمعاندين والضالين قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وهل من شأن البشر إن هو يقلب الأرض ويجيب الجبال ويحول الجبال إلى ذهب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وهل من شأن البشر إن هو يفجر الأرض ويجعلها ويحولها إلى ذهب والجبال يحولها إلى كذا ثم نجد السورة بعد ذلك تسوق لنا جاربا من قصص السابقين وتختتم ببيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ببيان فضل الله عز وجل على عباده وببيان الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في صلاته وفي عبادته وفي سلوكه وفي سلوكه وتبين بأن الإنسان عندما يصلي لا يرفع صوته كثيرا ولا يخفضه كثيرا وإنما عليه أن يكون معتدلا ومخلصا في إيه في صلاته فنجد أن سورة الإسراء عندما نقرأها نراها زاخرة بالأدلة على وحدانية الله وبالأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبالأدلة على أن يوم القيامة حق وبالأدلة على أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله عز وجل وبالأدلة على أن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده بل هو الدين الذي جاء به كل نبي كل نبي أرسله الله جاء بدين الإسلام وعندما نقول دين الإسلام أعني الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه أن نخلص العبادة لمين؟ لله عز وجل فمعنى الإسلام يعني إسلام الوجه لله إخلاص العبادة لمين؟ لله ونجد هذا المعنى على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيدنا نوح يقول لقومه كما جاءت القرآن الكريم
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. ده سيدنا نوح اللي هو الأب الثاني للبشرية وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده قالوا ذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه إيه أسلم على الإسلام أسلم معنى أسلم يعني أخلص عبادتك لمين لله وحده إذ قال له ربه أسلم. بماذا أجاب سيدنا إبراهيم؟ قال أسلمت لرب العالمين. وقلنا بأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا إبراهيم هم من نسل سيدنا إبراهيم وكلهم قالوا أسلمنا وجوهنا لله. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بها الضمير بيعود إلى إيه؟ كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. ووصى بها إبراهيم بنيه أولاده ويعقوب اللي هو حفيد سيدنا إيه؟ إبراهيم يعقوب ابن إسحاق حفيده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى إيه؟ بنيه نفس الوصية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حضر يعقوب الموت حضر الموت إيه يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه سيدنا يعقوب بيقول لأولاده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له. إذن الخلاصة كل نبي أرسله الله أرسله بدين إيه؟ الإسلام. فالإسلام ليس دين الأمة الإسلامية الأمة المحمدية لا الإسلام دين سيدنا آدم ودين سيدنا إدريس ودين سيدنا نوح ودين سيدنا هود ودين سيدنا صالح ودين سيدنا إبراهيم ودين جميع إيه؟ الأنبياء وجاء خاتمهم وإمامهم وأفضلهم وهو سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكد ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم. فسورة الإسراء نرى فيها كل هذه المعاني ونرى فيها كل هذه الأدلة وتفتتح بقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. افتتحت سورة الإسراء والتي كان نزولها بعد حادث الإسراء والمعراج يعني نزول هذه السورة الكريمة
كان بعد حادث إيه؟ الإسراء والمعراج. وحادث الإسراء والمعراج كان كما نعلم كان من أجل تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل إقامة الأدلة على أنه صادق فيما يبلغه عن ربه عز وجل، لأن حادث الإسراء والمعراج كان بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة أبي طالب، وفقد النبي صلى الله عليه وسلم بموتهما من كان يؤيده في الداخل ومن كان يؤيده في الخارج. في داخل البيت السيدة خديجة تواسيه وتقول له: يا رسول الله، عليك أن تصبر. وأيضا نراها تكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاءها وبعد أن نزل عليه الوحي وقال له اقرأ، انظر إلى ما قالته له عندما قال: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا لا تخف. الكلام الذي فيه الإخلاص وفيه القوة وفيه الإيمان الصادق، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفي الأول الكلام هتقول كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. نهاية التثبيت. وكانت رضي الله عنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. بعد ذلك جاء طبعا سيدنا أبو بكر أول من آمن من الرجال، وهكذا. أبو طالب أيضا كان مع أنه يعني ربما، أو ما القرآن يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكنه رغم أنه لم يعلن الإسلام إلا أنه وقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، إلى أن مات وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويدافع عنه. وعندما جاء المشركون زعماء الشرك وأخذوا يقولون لأبي طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب أصنامنا، فإما أن تمنعه وإما أن نفعل كذا وكذا وكذا. وأبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، دع القوم وما يعبدون، اتركهم وأنت وشأنك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك الكلمة المشهورة: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك الدعوة إلى الإسلام ما تركتها حتى يظهر الله الحق أو أهلك إيه فيه. فهنا نجد أبا طالب قال له: والله قل ما شئت، والله لن أسلمك إليهم إيه أبدا. فبعد هاتين الحادثتين كان نزول سورة إيه الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا
وأنسى نفوسنا، وأن يجعله شافعا لنا، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.